أولا يعني نحن لا ننكر شيء اسمه الجهاد. الجهاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد نحن لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين أبدا، لا يكره أحد في الدين. لذلك ما في شيء اسمه الإسلام دخل بالسيف، لأن لينا واحد نحط السيف عليه تسلم ولا نذبحك؟ زين، ما نبي إسلام هذا، ما نبي إسلام، ما في إكراه، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك عمر بن عبد العزيز في زمنه خلافته لما حاصر المسلمون أهل بلد من بلاد الروم، واحد أسلم وبعدين ارتد، والمرتد يقتل ردة. فهذا اللي ارتد قال خذوني إلى عمر بن عبد العزيز خلي يحكم فيني عمر، فخذوه حق عمر بن عبد العزيز. فقال عمر لماذا ارتدت؟ قال أنا دخلت غصب، أنا مو ردة، أنا أصلا ما دخلت، أنا دخلت غصب، واحد حط لي السيف عرقبتي، قال تسلم ولا ذبحك؟ قلت له أسلم. زين، فقال له عمر بن عبد العزيز أنت مخير، تبي الإسلام ما تبي الإسلام كيفك، وما حكم عليه بالردة، واعتبر دخول الإسلام كأنه لم يدخل. واضح؟ فحنا ما نبي مرتزقة، الإسلام ما يبحث عن مرتزقة، ما يدور أتباع مرتزقة ناس يدشون غصب عليهم، ما نبيهم. الإسلام يبي ناس يدشون عن قناعة. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، الله يبي هداية ما يبي غصب. زين، بالعكس اللي يدشون غصب هذول يصيرون خنجر بظهرك، ما نبيهم ذولي، هذول راح يصيرون منافقين. ما الإسلام لا يريد منافقين، يريد مسلمين حقيقيين. فالإسلام لم يدخل بحد السيف، ولكن اللي يصير شنو؟ اللي يصير ان الله تبارك وتعالى خلق الخلق وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأصل في إيجاد الإنسان. ترى اللي بيمشي يا جماعة توكل، لا تقول عطلتكم تطلعونها فيني. زين، فالله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادتي. في ناس قبلوا عبدوا الله تبارك، في ناس رفضوا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، مخالفون للأصل. مثل أنا الآن عندي أرض، زين، عندي بيت، أقول يا جماعة حياكم الله البيت، اللي صايم يدش يفطر عندي، اللي مصايم لا يجي. مثلا دش واحد مصايم قاعد يدخن ولا تفاح تبيده وداش، نعم ايش تبي؟ قال بدش حالي حال غيرك. لا ما تدش بيتي هذا، اطلع برا. حقي ولا مو حقي؟ حقي اني اطلع بيتي هذا. يبي غصب، لا بقعد غصب عليك، وانا الحمد لله متعافي وكذا، شو اسوي فيه؟ اخذه قطه برا. لكن لا صار هو اللي متعافي. مشكله دي. زين، اقوله طبعا مسامحك اخر مره. لا تعيدها. فالمهم هذا الإنسان لما يأتي يدخل بيتي غصب علي، زين، وأنا أقدر أطلعه ولا حد يلومني، ولو يروح يشتكي يقول طردني من بيته، كيف إيش حق داش أنت؟ ما دعك، إيش حق داش بيته؟ زين، ما حد يلومني. لكن الإسلام كذلك، الله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقتكم يا إنس يا جن عشان تعبدوني. في ناس قالوا زين حاشي، حنا بنتمتع بأرضك وكذا بنعبدك، حياكم الله. آخرون قالوا لا، حنا نتمتع بأرضك وهاتي وما نبي نعبدك، مو من حقي يقولهم طلعوا. لكن الله تبارك وتعالى لحكمته جل وعلا وتعالى عن المثل، زين، قال حق عباد المؤمنين أنتوا طلعوهم، أنا أقدر أخسف فيهم مثل ما خسف بقوم لوط وقوم شعيب وما سلك من الأمم، يخسف بهم الله سبحانه، ما هو صعب على الله سبحانه. لكن الله يبينا حنا الأجر، فقال أنتوا طلعوهم، ما بهم يقعدون بأرضي وهم يبون يعبدوني. فحنا لما نقاتل الكفار ما نقاتلهم عشان يدشون في الإسلام، ما نبيهم يدشون في الإسلام، ولكن نقاتلهم حتى يعبد الله وحده في الأرض، حتى يحكم شرع الله تبارك وتعالى. فإذا قالوا لنا هذول الكفار قالوا زين خلاص مو مشكلة، حنا بنقعد ندفع أجرة اللي هي الجزية، قلنا لهم قاعدين ما عليكم شر، قاعدوا خلاص، كل واحد خليهم يقعدون يدفعون الجزية أجرة مقابل بقائهم في أرض الله وما يبون يعبدونه. وضحت؟ فما في شيء غصب، ما نبي حد يدخل الإسلام غصب. ومعلوم أن المعارك الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بلا استثناء، يقول بعض أهل العلم اللي سوى بعض الإحصائيات يقول ما قتل في كل مغازي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000، كل المغازي. أنت المرات لما تقرأ السيرة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة حنين، غزوة تبوك، كلهم ما وصلوا 10,000. الحرب العالمية الأولى كم واحد فيها مات؟ ها؟ الحرب العالمية الأولى أو الثانية كم واحد مات؟ ها؟ شنو؟ 50 مليون؟
يلا 60 مليون شو تحكي انت؟ شو تحكي؟ 60 مليون انت تتكلم عن 10,000. وهكذا باقي غزوات المسلمين ما كان يغزو عشان يقتلون الناس ولا عشان يدخلون في الاسلام، لكن حتى يحكم شر الله تبارك وتعالى. وضحت؟